الدار كيمارسوا عليهم واحد الحيف اللي ما كيتصورش، لان دابا حاليا في هاد الشهور هادي اننا ما كنبيعوش حتى الثمن ديال الاكريه، ولهذا كاين بعض الاخوان هنايا اللي انهم كينتمون الرابطات واللي انهم هدف سياسي هما اللي فاتحين، اما باقي التجار نظرا للممارسه اللي كتمارس عليهم من طرف السلطات الماليه يعني ما كنرخصوش حتى باش نخلصوا الكرة وما خلصوا الضرائب وكذا وعدلوا لنا ضريبه اضافيه، هذا يعني هو اللي خلى هاد التجار هادوم يعبروا بهذا الموقف هذا بهذا الاضراب اليوم، ولهذا اللي كنتم محلولين هما انهم هدف سياسي ماشي هدف تجاري او لا تضامن مع التجار، اما التجار دابا حاليا الا سولتيه وقلت له شني والله ما كيرخص القوت اليومي ديالو اللي محلولين انا قلت لك لهدف يعني سياسي، لانه كينتمي للحزب الحاكم والرابطه ديالهم كتنتمي للحزب الحاكم، والحاكم ماشي بالصالح ديالها ان التجار يشدوا لان هي اللي فرضت علينا هذه المسائل هذه. حنا عندنا الضرائب طالعين لنا الضوء طالعين لنا المسائل كامله، ما عندنا باركي ما عندنا حتى شي حاجه، في الاخر الطرق مغلوقين لا داخل السوق ولا برا السوق، ما عندنا مراحيض السوق فيه الالوفه ديال الناس المراحيض ما كايناش فهمتي ما كايناش مره، وثانيين الضرائب كيصيفطوهم لنا غاليه كيعرفوا عيد الضرائب والضوء والمسائل وهذه بحق ما كيعنوش بالمواطن واش كيدخل او ما كيدخلش، هادشي اللي كنطلبوا الحقوق ديالنا حنا، اذا كما كيطلبوا نخلصوا الواجبات خصهم يفكروا في المواطن. انا شديت عندي الشماخ بالحجار. خفتي؟ خفت انا خفت. ما عرفتش الناس علاش عاملين الاضراب وخفت عندك عندي السلعه هنايا وجيت قريب. ثلاثه بيبان ما عندكش ما تعمل. وعندي غير الجمعيه اللي هنايا قال لك شد. ما قال سيدنا ما قال الدولة ما قال العمالة ما قال قايد ما قال مخزني ما قال توع قالوها من عقلهم فهمتيني ما كخلصوا ضريبة ما كخلصوا الطاكس ما كخلصوا حتى حاجة كيخلصنا الله تعالى إلا صحاب المساج اللي هما العليا اللي عندهم ضرائب وهذاك الشيء هذاك هذاك يمكن أما بالنسبة هنا بالنسبة لا شيء جاي حسم لك شد بالنسبة لماذا؟ أنت يعني ما شديتيش؟ بالنسبة؟ علاش باش نشد؟ شكون باش يدي الحليب لولادي أنا؟ يعني بالنسبة للحوالت أنا. كيجي يقول لك شد، بالنسبة لازم باش نشد، أنا ما كاينش واحد الحجة باش نشد بها، لازم باش نشد المحل ديالي. من ناحية هاد الاحتجاجات هادو يعني هاد اللجان اللي يعني عوض ما يعملوا بان يعني تجار ديال سوق كاسابلانكا يعني كيعملوا هذا الاحتجاز ما يدين كيعملوا غير الجمعيات يعني الجمعيات يعني متضامنين عندهم شي حاجه مع بعضيتهم كيتفاهموا مع بعضيتهم كيكذبوا على الشعب هادشي اللي كاين ونطلبوا الله يكون غير الخير الشعب المغربي ممتاز وما بحالوش شعب انيق ورقيق وعميق وكيحب بعضيته وكيندمج مع بعضيته وهذه هي الدنيا. دابا قلتي لما ندمج معاهم في ندمج معاهم في هذا السوق. العيد كيفتح هذا العيد معروف كيفتح نهار العيد وكيفتح معروف هذا ودابا عامل اضراب بحالو بحال الناس.